رافائيل ودينا صاروا بوسط المسرح وناطرين قراركم. هن يلي صاروا بيعرفوا هالوقفة كتير منيح. فمين منهم نال أعلى نسبة من التصويت؟ الكلمة الفصل يلي قلتوها الليلة مشاهدينا بعد شوي رح نشوفها على الشاشة. مشوار دينا ورافائيل بالأكاديمية شاهد أداء كانوا بكامل نشاطهم وحيويتهم وعم بيتميزوا من بين زملائهم. لكن لكل شيء نهاية ومع بداية جديدة، أحلام بتخلص وبتبدأ أحلام جديدة، وهيك هي الحياة. وللبرنامج أحكامه يلي ما فينا نتخطاها. دينا ورافائيل أو زينات وطانيوس. اثنيناتهم كانوا مصدر للفرح بالأكاديمية، اثنيناتهم كانوا سند لزملائهم. بهالأثناء كل لحظة عم تمرق كأنها سنة على رافائيل وعلى دينا، لأنه اثنيناتهم عندهم الأمل إنه يرجعوا ويكملوا حلمهم. رافائيل من لبنان قدر خلال الأسابيع يلي قضاها بالأكاديمية يبرهن عن طاقات كبيرة، ودينا من مصر بكل حماس تخطت مراحل كتيرة بالبرنامج. بعرف إنه مش سهل تسمعوا هالكلام يلي بيطول، لكن القرار مش مني أنا، هون كمان على أعصابي ناطرة حكم الجمهور. والنتيجة رح تظهر بعد شوي على الشاشة. لكن مين ما خرج الليلة منكم رح يكون ربحان. ربحان محبة الجمهور الكتير كبيرة من كل الوطن العربي، ومحبة وتقدير من الأساتذة وفريق العمل، وهيدا أهم شيء. رافائيل ودينا جود لك لإلكم. دينا ورافائيل اثنيناتهم نجوم دخلوا على قلوب الجمهور العربي والفانز ناطرينهم. النتيجة رح تظهر بين تكي والتانية على الشاشة. دينا من مصر، رافائيل من لبنان، مين رح يكمل المشوار؟ مين رح يتابع مغامرة ستار أكاديمي؟ ومين رح نودع الليلة؟ رح تطلع النتيجة. إذن مبروك لرافائيل من لبنان. إذن رافائيل من لبنان مشاهدينا بيرجع بيكمل المغامرة، ومنودع الليلة دينا من مصر. بيبقى مشاهدينا انه قضيتوا معنا اوقات حلوه. ما تنسوا تتابعوا دعمكم للطلاب يلي بيستاهلوا يفوزوا بلقب ستار اكاديمي وبجائزه ال 100,000 دولار تقدمه تويوتا ايجيبت. انا بلاقيكم بكره بيوميات ستار اكاديمي. يكونوا على الموعد. تصبحوا على الف خير.